الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى عمل الإنسان منفردا، يعني إني أريد أن أصلي فأنت تعينني على الصلاة. البر عمل الإنسان اجتماعيا، يعني إني أريد أن أبني مسجدا فأنت تعينني على بناء المسجد. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما يعمله الإنسان من المعصية، يشرب الخمر، يلعب القمار، يكذب، لا يصلي، إثم. أما يريد قتل إنسان هذا يسمى بالعدوان، يعني إذا أراد إنسان أن يشرب الخمر لا تعطيه الخمر ليشربها، فإنه تعاون على الإثم. وإذا أراد إنسان أن يقتل إنسانا، أن يظلم مجتمعا، أن يسلب مال إنسان لا تعنه، فإنه إعانة على العدوان. الواقع أن التعاون على البر والتقوى وهو الطرف الإيجابي من الموضوع، يجب أن نفهم أنه عمل من أصعب ما يكون في زماننا. من البسيط أن تبني مسجدا في بلد فيه بناء المسجد حر، وكذلك من البسيط أن تؤلف كتابا وأن تطبع ذلك الكتاب في بلد يكون فيه طبع الكتاب حرا ومجازا. أما في غالب البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة، الخناق ضيق إلى أبعد الحدود، حتى لبناء مسجد أو طبع كتاب. فيجب أن نتزود بالسلاح. السلاح قسم منها القوة، سلاح هذا السلاح مشهور، البندقية والمسدس وما أشبه، هذا قسم من السلاح نحن لا نملكها. قسم من السلاح المال، هذا أيضا سلاح وسلاح عجيب أيضا نحن لا نملكه، وإن كان من الخطأ أننا لا نملكه. قسم من السلاح العلم، ونحن لا نملكه أيضا، وإن كان من الخطأ الكبير أنه نحن لا نملكه. العلم ليس بأيدينا، السلاح ليست بأيدينا، وكذلك المال ليس بأيدينا. ومن الجملة الحكومة سلاح، لأن الحكومة يخشى منها، وأيضا ذلك ليس بأيدينا، هذا الشيء أو الحكومة ليست بأيدينا. يبقى بأيدينا سلاح بسيط كبير في نفس الوقت، إذا تمكنا من الاستفادة من هذا السلاح وهو سلاح العقل. هذا أكبر سلاح وأسهل سلاح إن عرفنا قدر هذا السلاح. أنت الذي لا تملك الحكومة ولا تملك المال ولا تملك القوى الأخرى، أنت تملك هذا السلاح والذي يسمى بسلاح العقل. هذا أكبر سلاح، أكبر من سلاح السياسة، أكبر من سلاح المال، أكبر من سلاح الحكومة، أكبر من سلاح السيف، أكبر من كل هذه الأسلحة. لكن اعرف كيف تتصرف بهذا السلاح. الأنبياء نجحوا بهذا السلاح،
كل الأنبياء باستثناء سليمان داود كم نبي، وطالوت إن كان نبيا، كل الأنبياء جاول المجتمع بهذا السلاح، بسلاح التعفر. وهذا في الحقيقة هو الشيء الذي جاء به الأنبياء وجاء به المفسدون وجاء به المصلحون. هل كان يملك ماركس سلاحا؟ ماركس رجل كان في ألمانيا وشرد من ألمانيا إلى بريطانيا، وفي بريطانيا مات شبه جوع. إني لا أريد أن أقول ما كان يملكه ماركس كان عقلا، لا، على قول الإمام عليه الصلاة والسلام كان نكراء مو عقل، لكن مقصودنا من العقل هنا تفهم الحياة وتفهم كيفية استغلال الحياة. وهذا الرجل الآخر وهو غاندي المشهور، هل هذا كان يملك سلاحا؟ كان كل سلاحه التعقل فقط، كل سلاحه التعقل فقط، لا أكثر ولا أقل. نحن ما عندنا مال، صح ما عندنا مال، ما عندنا قوة، صح ما عندنا حكومة، صح ما عندنا سياسة، صح، أما عندنا عقل ولا؟ وقسم من الناس إذا قيل لهم الأنبياء قالوا أن الأنبياء خارجون عن نطاقنا نحن ومؤيدون بالروح القدس، صحيح. لكن هل كان ماوتيسي تونغ أيضا مؤيدا بالروح القدس؟ وهل كان غاندي أيضا مؤيدا بالروح القدس؟ وإنما أناس أعملوا عقلهم الديني في المتدينين كالأنبياء، أو عقلهم الاجتماعي فهؤلاء الذين مثلنا بهم. نحن نملك سلاح العقل، وبسلاح العقل الإنسان يسيطر على العالم. أي نوع من السيطرة؟ سيطرة علمية؟ أبو علي سينا كان يملك سلاحا، نصر الدين الطوسي كان يملك سلاحا، 15 سنة نصر الدين الطوسي مسجون 15 سنة. وإنما هم تمكنوا أن يعملوا عقولهم وأفكارهم وتخطيطاتهم. نحن اقتنعنا بمطالعة كتاب أو مطالعة جريدة أو مجلة أو غشمرة أو قعدة أو سفر أو حضر أو حل أشياء العادية. وإذا قيل لنا لماذا لا تعملون كل هذا لم نتعلم فلوس بيد التجار وهم لا يبذلون، نحن نملك، لكن يجب علينا أن نعرف كيف نملك. من مشاكلنا نحن المسلمين حكومات وشعوب ورجال دين وكل صنف أننا نعمل فرديا، لأني أنا فرديا بالمئة ومشي رأيي. أما إذا صرنا 2 يعني 50% صار رأيي، إذا صرنا 10 يعني 10% صار رأيي، إذا صرنا 100 يعني 1% صار رأيي، مو مستعدين. ثم مو مستعدين أن نأخذ من الناس ولو بمقدار 1%، مو لازم أن يوافقك زيد 100%. قلت لأحد الأصدقاء لماذا لا تذهب إلى فلان ديوانية؟ قال هذا يلعب كوت. قلت له شيخ له دينه ولك دينه، اذهب إليه في غير وقت اللي يلعب كوت حتى تنصح. الرسول كان مقتنع من الناس ب1%. حسان بن ثابت ما حارب أبدا وكان من الجبناء، لكن الرسول اقتنع بشعره. ومغيرة بن شعبة كان زانيا حتى بعد رسول الله، وخالد بن الوليد كان منحرفا حتى في زمن رسول الله، مع ذلك الرسول اقتنع منه. لأن الرسول إذا طرد عمرو بن العاص وأبا سفيان وخالد وهند وحبش ووحشي وزيد وعبيد، الرسول مع من كان يشتغل؟ هل مع الملائكة؟ أو أن كل الناس كانوا علي بن أبي طالب وأبا ذر الغفاري؟ الرسول كان يقتنع من هذا بواحد، من الثاني بواحد، من الثالث بأربعة من المئة، من الخامس ب20%، واحدة من الرسول كان عنده 100%، واحدة عنده 90%، واحدة عنده 80%، واحدة عنده 70%، واحدة عنده 60%، الرسول كان يشتغل.
وكل العاملين في الدنيا هكذا اشتغلوا. وإلا أنت تريد أناس على ذوقك وعلى رأيك 100 في 100، هذا إن شاء الله في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نحن بحاجة إلى التعقل، نحن بحاجة إلى التفكر. الرسول أول ما جاء إلى الحكم هل كان يملك شيئا؟ كان يملك طفلة علي بن أبي طالب، ثم ملك امرأة هي خديجة. وفي ظرفية 13 سنة المؤرخون كتبوا أن المسلمين أجمعين أكتعين أبصعين كانوا 150 بين رجل وامرأة وطفل، كلهم كانوا 150. رجعوا الطريق، شوف كل ما يملك الرسول في 13 سنة. وبالحقيقة إذا بهذه الروح، بروح الأنبياء، لماذا الله يمثل في القرآن نوح وموسى وعيسى؟ أنا رأيت في قصة الصالح، أظن في تفسير البرهان يقول أظن إن الصالح دعا إلى الله وعمره 16 سنة حتى صار عمره 116 سنة وما آمن به إلا نفران، 100 سنة فريق. والنوح 950 سنة أقل الروايات آمن به 7، وما آمن معه إلا قليل، وأكثر الروايات 80. لماذا الله يمثل هذه الأمثلة في القرآن؟ أنت ترى الكويت أو كربلاء أو قوم وتريد أن الجماهير يستقبلون، والتجار يضعون فلوسهم تحت يديك، والحكومة تقبل السلاح بين يديك، والناس يأتون ومطيعون لأمرك والناحية. لا، أبدا ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة. يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تفهم، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى ملائمة. وإلا فأنت الخاسر وأنا الخاسر ونحن الخاسرون، كما خسرنا في الحقيقة لأننا لم نفهم. لماذا في القرآن الحكيم أكو تفكر وأكو تعقل وأكو تفهم بكثرة؟ لهذا الشيء في الحقيقة. تدريجيا 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 تدريجيا، وإذا ترى أنه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. نحن نحتاج إلى سلاح العقل في الحقيقة. إذا استعملنا سلاح العقل نتمكن أن نخرج الغربيين من بلادنا، نتمكن أن نخرج الشرقيين من بلادنا، نتمكن أن نخرج المنحرفين من بلادنا، نتمكن أن نعيد كره الإسلام. الإمام الحجة لا شك إنه يظهر صلوات الله عليه، لكن أنا شخصيا شاك في أن الإمام الحجة هل يظهر بعد أسبوع محتمل أو يظهر بعد 20 مليون سنة. يعني مو دليل على أننا في آخر الزمان، ولا دليل على أن ظهور الإمام المهدي قريب، وإن كنا نسأل الله ليل نهار أن يعجل ظهور الإمام المهدي، ولا دليل على أن الإسلام لا يرجع من جديد. ماكو كل دليل، ماكو على هذا الشيء، وإنما أكو دليل على أنك وأني لو عملنا سلاح فكرنا نتقدم ونتقدم ونتقدم ونتقدم، وإذا ما عملنا سلاح الفكر وطاقة العقل احنا نكون ناس عاديين لا اكثر ولا اقل من هذا. فنحن بحاجة الى التعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر يحتاج الى اعمال سلاح العقل، يحتاج الى التخطيط، يحتاج الى التفكير، يحتاج الى جمع الكلمة، يحتاج الى التعقل، بعد التوكل على الله بطبيعة الحال. من يتوكل على الله فهو حسبه. هل هذا كذب؟ نعم، يحتاج الى الصبر، يحتاج الى الاقدام ايضا، لان قسم من الناس لا يقدمون. نحن بحاجة الى اعمال سلاح التعقل، وهذا هو السلاح الذي نتمكن بسببه ان نعيد الاسلام والولاء الى كل الدنيا مو بعض الدنيا. فنسال الله التوفيق لما يحب ويرضى.